الرياضة حياة. أجمع الأطباء والمتخصصين على أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر ودائم طوال أيام السنة بما فيها شهر رمضان المبارك، لما للرياضة من فوائد كثيرة، منها واحد حرق الدهون نتيجة للصيام. كما تعرفون تغيب السكريات في الجسم، وبالتالي يقوم الجسم بحرق الدهون حتى يمد الجسم بالطاقة. حرق الدهون حيؤدي إلى إنقاص الوزن، وبالتالي الرياضة أثناء الصيام لها دور فعال في خفض الوزن. يفضل دائما بالنسبة للرياضة في شهر رمضان الكريم، يفضل الابتعاد عن التمارين الصعبة والتمارين التي تتطلب مجهود بدني كبير. ينصح في شهر رمضان الكريم بممارسة الرياضة المعتدلة، مثل رياضة الجري، مثل ركوب الدراجة، مثل رياضة المشي، أو القيام بتمارين خفيفة في المنزل أو في الصالة الرياضية. 2، ساهم قضية الرياضة في المحافظة على اللياقة الصحية والبدنية. 3، ساهم الرياضة في الوقاية من الكثير من الأمراض، ولذلك ننصح الجميع بأن يكون له برنامج رياضي بشكل مستمر حتى يكون مجرد نصف ساعة في اليوم. نتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم بخير.